برحب بحضراتكم مرة تانية. البيت الكبير لسه مستمر. نتكلم النهاردة في فقرتنا الرئيسية في البيت الكبير مع واحد من ألمع وأبرز الشخصيات الحقيقة اللي مروا على تاريخ الكورة المصرية. مفيش اتنين بمختلف الانتماءات الحقيقة ما يختلفوش على هذه الشخصية الراقية والمهذبة، سواء بنتكلم بقى وهو في عالم التدريب منذ سنوات طويلة، سواء هو لاعب، حتى الرقي في التعامل والشياكة والبساطة، يعني ما بتقولش يعني غير ان احنا فعلا مع قيمة وقامة كبيرة اسمها المدرب الكبير والقدير طارق العشري اللي منورنا النهاردة في احدث ظهور ليه الحقيقة من فترة طويلة جدا في البيت الكبير. بقالنا قد ايه مثلا ما ظهرناش؟ لا اولا تحياتي ليكم. انا سعيد طبعا متواجد مع الكابتن هاني ومع حضرتك ان شاء الله موفقين. منور يا كابتن بصراحه، يعني انت منور البيت الكبير وانا جاي فعلا بيتنا. طبعا البيت الكبير ده بيتنا، بيتك يا كابتن طارق، وكلنا فاكرين وجماهير النادي الاهلي فاكره قد ايه عشق يعني الكابتن طارق العشري، وقد ايه كان كمان بيحب يستفيد من خبرات النادي الاهلي وجودك كتير. ايام جوزيه هنتكلم على تفاصيل كتيره جدا. انت حياتك كلاعب مميز جدا جدا على المستوى الفني، مشوار طويل كلاعب، وكمان يا كابتن طارق مشوار طويل قوي كمدرب، ومحطات كتيره مرت في حياتك اعتقد معظمها ناجحه، يمكن في سوء حظ الفترات اللي فاتت بتمر على اي مدرب في العالم ما فيش شك. فعندنا ملفات كتيره جدا، واولا مشرفنا في البيت الكبير ودايما يعني تكون منورنا بصفه مستمره. هنتكلم على حاجات كتير جدا، لكن معانا تقرير مهم جدا عن الكابتن الكبير طارق العشري. نشوف التقرير ونرجع نبدا حوارنا مع الكابتن الكبير طارق العشري. زي ما كنا بنتكلم حتى قبل عرض هذا التقرير، معنا واحد من أبرز الشخصيات الكروية، مدرب مخضرم فرض نفسه واسمه على الجميع، كون شعبية الحقيقة ضخمة جدا. زي ما بنقول مفيش اتنين من الجماهير الكرة المصرية بمختلف انتماءاتها يختلفوا على هذا الاسم. شخصية مهنية جدا، راقي جدا، زي ما اتكلمنا برضو يمكن حقق بطولات متميزة جدا، واللي يدل على انه مدرب كبير، ان البطولات دي ما كانتش مع انديه جماهيريه. ارتبط اسمه بحرس الحدود واللي حقق معاه انجازات، والحقيقه عمل نتائج. يعني بنتكلم في 3 بطولات مع حرس الحدود، هو المدرب التاريخي للحدود، وتوج بكاس مصر في 2009 على حساب انبي بركلات الترجيح، السوبر المحلي على حساب الاهلي بهدفين نظيفين، وفتره او مره ثانيه على الاهلي في 2010، وتوج بكاس مصر أيضا بركلات الترجيح. عنده تجربة رائعة جدا في ليبيا، قاد العديد من الفرق المهمة في الدوري زي إنبي، المقاولين العرب، ودي دجلة، طلائع الجيش. النهاردة مشرفنا تلميذ مانويل جوزيه زي ما الجماهير ما بتلقبوا، النجم المخضرم طارق العشري. برحب بيك تاني برضو. بالك قد إيه ما ظهرتش، ما جاوبتش على السؤال ده كتير، يعني صراحة إيه؟ يعني من فترة كبيرة جدا بعد تولي المصري، يمكن أنا مش متذكر أني ظهرت في الإعلام كتير جدا، لأن الفترة ديت مريت بفترة صعبة جدا جدا علي. أولا أنا بشكركم على المقدمة، وأنتوا يعني عاطيني أكبر من حقي صراحة. أنا يعني أبسط من كده بكتير، والنجاحات ديت طبعا في الشك بأدين بالفضل الله سبحانه وتعالى، وكل المدربين اللي انا تعاملت معهم في تاريخي، من اول طبعا الكابتن حلمي طولان، الكابتن محمد عمر، مستر مانويل جوزيه، لان ده ليه يعني تاريخ معايا في او تحول كبير جدا في شخصيه طارق العشري. لما انا طبعا فضلت ان انا اروح، يمكن انتقدت كتير جدا في الخطوه ديت لما رحت لمستر مانويل في النادي الاهلي، لكن انا بشكركم مره تانية، وسعيد ان انا متواجد معاكم في البيت الكبير. سعيد متواجد طبعا معايا اخويا الصغير الكابتن هاني، وان شاء الله اشوفكم متالقين دايما على الشاشه في الطفره الكبيره اللي انا شايفها داخل قناه النادي الاهلي، ودايما متالقين، ودايما النادي الاهلي دايما متالق، ودايما في مصاف الانديه الكبيره طبعا، ده معروف طبعا بشكل كبير جدا. انت اللي منورنا يا كابتن. الله يخليك كابتن هاني. زي ما قلت لحضرتك، يمكن قبل ما نطلع للتقرير، مشوار طويل على مستوى اللعب كلاعب، عديت مشوار اكتر من رائع، ولسه احنا
كنا بندردش وبنقول حتى فرحه اللعيب وهو بيكسب بطوله او بيروح منتخب مصر بتختلف شويه عن حتى فرحه المدرب وهو بيكسب بطوله. خلينا نبدا يمكن تاريخ الكابتن طارق العاشري كلاعب. محطات كتيره جدا مريت بيها وعلى المستوى المحلي على المستوى الدولي. برضو نحب نفكر الجماهير كمان ان كابتن طارق العاشري كمان كان لاعب مميز جدا وكان ليه نجاحات كبيره على المستوى المحلي وعلى المستوى الدولي. انت بترجعني هذه التاريخ. ارجعك تاني التاريخ من الاول وبعدين نطلع بقى على الصعب يعني. لان طبعا مفيش شك طبعا مفيش احلى من الذكريات. اكيد. ولو انت وانا خاصه الناس اللي هي كانت في الملعب بتتمنى في الفتره الحاليه اللي بيشايفها طبعا الطفرات الكبيره بتاعت اللعيبه يقول يا ريتنا ان احنا اتولدنا في الفتره دي. صحيح. لان احنا في مواهب كتير جدا جدا يمكن كمان افضل مننا وبرزوا على الساحه في كره القدم في مصر لكن ما خدوش حقهم. حقيقي. النهارده كل يعني انا متذكر الله يرحمه ابويا لما انا رحت نادي الاتحاد من وراه لان هو كان زيه زي أب اي اب بيهمه الدراسه طبيعي. نمره واحد الدراسه. فانا لما رحت نادي الاتحاد يعني رحت يعني مش عاوز اقول لك بمحض الصدفه ومن وراه كنت رايح اتفرج على زميل ليا رايح الاختبارات. ده انت مش رايح اختبارات مش رايح اختبارات رايح تتفرج على واحد رايح واحد صاحبي في نفس الشارع. وانت عارف ان احنا الشارع هو يمكن كان المصدر الرئيسي لتعليمنا كره القدم. ده حقيقي. الايام ما كانت الشوارع بتطلع مواهب شراب بقى يعني. بالظبط كده. وكانت الشوارع بتلعب بعضها بعض. فقال لي انا رايح نادي الاتحاد. طبعا انا كنت كل يوم اروح المدرسه واخد الشنطه بتاعتي وهو ما يعرفش وجوه الشنطه لبس ان انا رحت بدل الكوت. رحت الاول لما رحت الاول نادي الاتحاد مع زميلي ده اتفرجت عليه. كنت قاعد في المدرجات في الشطبي وهو بيختبر وكان الله يرحمه كابتن علي الكيلاني كابتن محمد جابر دول الناس من اقطاب لاعبي النادي الاتحاد. طبعا كانوا هم ماسكين فريق 16 سنه. ف كان عمرك كام يا كابتن ساعتها؟ 15 وحاجه. 15 سنه. وبعدين لما خلص زميلي محمد قلت له طب ما تجيب لبسك انا خدت من لبسه تلبسه وتعمل بيه الاختبارات انزل اختبر انا كمان اشمعنى انت؟ فيعني عاوز اقول لك ان الصدف ساعات بتبقى انت مش يعني مش مخطط لها لكن ربنا سبحانه وتعالى مخطط لك حاجه انت ما كنتش في بالك. ده حقيقي. فنزلت كان الكابتن علي خلص وماشيين قعدت اجري وراه كابتن علي كابتن علي راح باصص لي قلت له انا عاوز اختبر. قال لي احنا خلصنا. قلت له طب بس انا جاي من مدينه كفر الدوار فممكن تشوفني. قال لي انت بتلعب ايه؟ اول سؤال سالوني بعين الخبره برضه. قال لي قلت له انا بلعب مساك رقم 5 يعني. قال لي انت بتلعب كوره؟ قلت له انا بلعب عندنا فرقه اسمها غزل كفر الدوار. قال لي انت بتلعب مساك؟ وكان الكابتن علي هو مركزه سيرد باك المساك ده. وبعدين قال لي يعني بتعرف تلعب؟ مع الحاح ان انا اختبر. قال لي انت بتعرف تلعب؟ قلت له جربني شوفني. فجربني الاختبارات العاديه الهيدرز اللي بيشوف المهاره بتاعتي في الكوره بس يعني ما مش وسط تيم مش يعني. وسط تيم اوكي. لقى عندي يعني في حاجه هو شافها لمسها في. قال لي طب انت بتلعب في كفر الدوار؟ قال لي انت بتعرف تجيب لي السيغنا؟ على طول كده على طول كده. قلت له انا بلعب كفر الدوار وهجيب لك السيغنا انا كده ايه. قال لي تعالى هات السيغنا وتعالى وانت اعتبر نفسك. فلما دخلت مع الفرقه ورحت جبت السيغنا من كفر الدوار ودخلت النادي فمره كده من المرات كان عندنا ماتش في الناشئين فبيقول لي انت عارف يا طارق لما انت جيت وقلت لي الحاج احنا كنا بندور على سنتر هاف. يا ربنا سبحان الله احنا كنا بندور على ده قادر يا كابتن. بالصدفه هو ربنا سبحانه وتعالى ساعات بيخطط لك حاجه. انت من ساعتها ما دخلت النادي كان زمان ويمكن كابتن هاني يعرف ان دايما فرق الناشئين اللي هي دلوقتي اصبحت بعيده يعني اصبحتش مش هي الممول الرئيسي للفريق الاول. كان زمان الممول الرئيسي للفريق الاول ليه بقى؟ لان ما كانش في احتراف. كان اللاعب بيفضل في النادي لحد ما بيبطل في فرقته. فكان متنشل على فرقه 17 سنه في 5 لعيب، فرقه 19 سنه في 5 لعيب، فرقه 21 سنه معروفين بالاسم. كل فرقه معروفه لا بالاسم. كان بيطلع كم يعني طبعا. يطلع لك حوالي 15 لاعب وبعدين انت بتصفصفهم ممكن يصفصفوا على 5-6 لاعبين كل موسم. الفريق الاول بيمتد بخمس كنت انا واحد منهم. لما صعدت الفريق الاول
والله مسيب الخير الكابتن أباظة والكابتن فؤاد مرسي عطوني أول ماتش موسم 83-84 في بورسعيد على الله يرحمه الكابتن كاستن مصعد دور أول ماتش ألعبه في بورسعيد وكان أنت عارف أنت المباريات في بورسعيد بجماهيريتها ومع على نجم كبير زي مصعد نور وانا طلع ناشئ لسه كنت بقى كام سنه يا كابتن 17 كنت لا كنت 19 سنه 19 سنه, 19 سنة. وكان كابتن فؤاد مرسي وكابتن أباظة ومسيهم بالخير هم اول ما منحوني الفرصه ديت طبعا انا بلعب على مصعد نور وعاوز اثبت نفسي والحمد لله يعني البدايه كانت موفقه لما لعبت في بورسعيد اديت بشكل كويس وبعدين انت كنت كل عمال تخش في اختبارات وانت عارف ده هاني ان كل مباراه مع فرقه انت بتلاقي السنتر فيرود بتاعها اتقل من التاني زمان كان كل فرقه ما شاء الله على فكره لعبت على كابتن الخطيب شوط واحد فعلا والله ده امتى يا كابتن انا متذكر في اسكندريه وكان الدنيا مطر جامد جدا جدا ويروح المطر وينزل يروح وينزل الملعب هيتلعب مش هيتلعب المهم قرروا ان يلعب المباراه دي فلعبنا شوط والمطر اتلغى على شوط كنت ده الشوط والمباراه اتلغت بعد الشوط الشوط الوحيد اللي لعبته على الكابتن خطيب لما لحقته فبعدها ابتديت اخش بقى على العب على لعبت على مصعد نور لعبت على كوارشي في الزمالك الزمالك طبعا ابتدى اسمي يعني اثبت اقدامي مع النادي الاتحاد ابتدى ان وكان معايا الكابتن محمد عمر كان معايا في اخره الكابتن بوبو الله يرحمه الله يرحمه طبعا طبعا كابتن الجارم كان في العصر الذهبي كمان البابلي طبعا كابتن فيه. البابلي كان الجيل ده كله يعني يمكن لحقتهم في الاخر انت كنت اصغر واحد وابتديت انا احط رجل معاهم بس كنت بلعب على سنتر فراوده تقال كل فرود لوزنه وكل نادي كان ليه يعني على الاقل في اثنين فرود لاين مين اللي كان بيتعب طارق العشري؟ مين اللي تعبك؟ لا انا اللي تعبني كتير كلهم اسئله كبيره المكان بتاعنا المكان بتاعنا يعني مكان مجهد جدا جدا وبيحتاج تركيز كبير جدا لان انت المفترض بتلعبي على افضل لاعب اللي هو السكور وانت بتحاول انك تلغيه يا هو يتفوق عليك يا انت تتفوق عليه فمهمه كبيره جدا جدا فانت لما بتلعب على النجوم دي والاسامي الكبيره دي وبتلغيها مفيش شك بتديك ثبات وتديك نجوميه طبعا لان انت بتلعب على يعني انا اتذكر لعبت على الله يرحمه في الاسماعيلي محمد حازم لعبت على حمدي نوح لعبت على شيكو بتاع المقاولين لو تفتكروا لعبت على كابتن حماده المصري لعبت على المشائي المحله كل دول كانوا بيمثل السكورة بتاع التيم يعني الهداف انت لعبت على كابتن عادل عبد المقصود كابتن سويسي في الاولمبي يعني شوف كان في كل نادي كان في اربع فيرود لاين كابتن كمال عبد الحميد جمال عبد الحميد لعبت عليه محمد رمضان حسام يعني من اكتر الناس طبعا تعبوني حسام اكيد انا متاكد حتى انا كان تجمعني مع محمد رمضان بالذات محمد من النوع اللي هو يفضل قاعد وايمن شوقي يفضل قاعد لحد في الاخر خطف أيوة الجول مش هتحس بيه اللي هو جديد جدا لعبت على ايمن منصور ايمن منصور الزمالك طبعا نجم كبير فتبص تلاقيه محمد رمضان ابو كنا بيجمعنا في المنتخب بيقول لي انا افضل قاعد استغل حد راح سرقك بجول وتخلص بيه الماتش وكان بيبقى فيه صراع كبير جدا طبعا. جدا بين السنتر هاف وبين راس الحرب عشان بس الحمد لله خبرات كبيره قوي كابتن الحمد لله قعدت من 83 84 موسم 83 84 بطلت 99 مفيش مباراه سبتها لنادي الاتحاد الا ما خطها كان فيها محطات من 85 دخلت المنتخب مع مايكل سميث بس في الجيل بتاع 86 ده استعداد لبطوله امم افريقيا في مصر كان خدونا لو تفتكر ان منتخب مصر خرج من المغرب في تصفيات كاس عالم قبليها قبل البطوله في كاس المغرب وقالوا ان هم هيكونوا جيل جديد شاب وكنا احنا كل الانديه ابتدت تدفع بحسام وانا وابو طالب العيساوي وطارق الصاوي واحمد رمزي اشرف قاسم المجموعه دي كلها يعني اللي كانت طلعت على الساحه دي وعملوا مننا تيم كان فيه التزام دولي مع النرويج ولازم الالتزام ده ان احنا المنتخب يروح فكوننا تيم رحنا هناك
طبعا في خلال اللي تعرف انت معسكرات القصيره بتيم يضحى بي. ايوه روحوا العبوا المباراه دي عشان احنا دافعين فيها فلوس. ده مباراتين ماتشين كمان. مباراه مع الفريق الاول خدنا 3-0، مباراة مع الفريق الاولمبي خدنا 6-0. الحمد لله والله بدايه جيده جدا على مستوى الدوري. ندمتوا طبعا؟ لا هو لا انا عاوز اقول لك ان مفترض ان هم دول صفوه يعني المنتخب اللي هم قالوا هيجددوا بيه للمنتخب وعشان يخشوا بيه بقى ايه 86. كان نتيجتها على الاثر على طول ان اتلغى الناس ديت. اعتقد خدوا مننا بس حسام في 86. حسام في 86 مع مايكل سميث، ورجع طبعا الجيل القديم لعب البطوله ال 86. الحمد لله اللي هم توجوا بالبطوله هنا طبعا اللي احنا نظمناها، وكانت بطوله افريقيه ايام مايكل سميث. 87 رحت مع مايكل سميث ثاني بطوله الالعاب الافريقيه اللي كانت في كينيا، وخدناها، خدنا الميداليه الذهبيه هناك. بس كان جيل تقيل صراحه، وكان اسامي كبيره جدا، كان منهم طبعا في 86 كابتن الخطيب، كابتن مصطفى عبده، كابتن ربيع ياسين، كابتن محمد عمر، شوقي غريب، حماده صدقي، عماد سليمان، محمد حازم، يعني اسامي تقيله. بتقول يا كابتن الاسامي دي بتقول لعبت على اسامي كبيره جدا، يعني تقلت حتى اسم طارق طبعًا العشري. طبعا امتى كابتن طارق العشري طبعًا حمل كان كل تيم خلي بالك تقيل طبعا، لأن في اسمه اثنين وثلاثه محافظ على المجموعه ما بيخرجش. يعني الاحتراف قوى فرق واضعف فرق، مفيش شك، لان كنت بتاخد من النادي افضل لاعب عنده. حملت امتى شارة القيادة، قيادة فريق الاتحاد؟ طبعا حملت شارة الاتحاد، يعني انا مش متذكر السنة بالظبط، لكن انا قعدت من بعد ما بطل كابتن محمد عمر، لان كابتن محمد عمر هو كان كابتن الفرقة في اللحظة دي، وبعديه كان الكابتن محمود عطا، وبعد كده انا توليت المسؤولية من بعديهم. لكن قعدت حوالي كتير جدا شايل شارة نادي الاتحاد السكندري. كان نفسي النادي الاتحاد فعلا في السنين اللي احنا بنتولى فيها المسؤوليه كلاعب، او ان للنادي الاتحاد تاريخ، يعني بالورقه والقلم هو يمكن من اكتر الانديه من بعد الاهلي والزمالك حصولا على كاس، يعني خاصه بطوله كاس مصر، يعني 6 مرات على ما اعتقد. وكان نفسي فعلا النادي الاتحاد يبقى فيه نقله كبيره جدا جدا على صعيد المنافسه في الدوري، او بصعيد لان يستحق، شعبيه كبيره جدا، مدينه كبيره جدا عامره باللاعبين. فكنت الواحد بيستغرب ان نادي الاتحاد يعني بيمر بضربات كبيره جدا جدا، لدرجه ان احنا كنا ساعات بننافس على الهروب من المنطقه الخطر في النزول للدرجه الثانيه. طبعا يعني ما فيش شك، طبعا الماديات كانت بتلعب لها دور كبير جدا في التمويل طبعًا. في تدعيم. عشان تدعيم تجيب لعيبه كويسه. ونادي الاتحاد صراحه كان عباره عن نادي الشاطبي فقط لا غير، ما فيش اي تمويل موارد، المحافظ ساعات يدي ما يديش، يعني ما فيش يعني زي بقيه الانديه الشعبيه اللي كانت اللي بيعاني منها طبعا اكيد. فانا يعني عشان كده انا بقول لك، لو احنا في العصر ده مثلا بتاع الحاج محمد مصلح حاليا وهو بيضخ الاموال في النادي الاتحاد وعامل كبيره جدا جدا صحيح. اعتقد كانت الامور اتغيرت كتير جدا، خاصه ان المواهب كانت موجوده طيب. وما تنساش انهم كلهم كانوا ينتموا لناد الانديه الاسكندريه معظمهم، يعني من ابناء البلد يعني وضواحيها اللي حوالينا مش من بعيد، ممكن واحد او اثنين من القاهره، من نادي الاهلي، من الزمالك، يعني واحد او بالكثير. فمش بتكلمش عن نادي الاتحاد بس، لا بتكلم على الاسماعيلي، بتكلم على المصري، بتكلم على المحله كان عندهم تيم قوي جدا جدا، شوقي غريب والجيل المشائي ده، يعني تيم كان يروح المنصوره، كان عندهم تيم سعد سليط، يعني لا كان كل نادي من الصعب حتى انك تروح تاخد 3 نقاط. طب خلينا نرجع تاني لكاريرك على مستوى اللاعب، وانت اتكلمت على المنتخب المصري كمان، ويمكن المنتخب العسكري، كان برضو خطوه كبيره جدا انك تاخد كاس العالم مع المنتخب العسكري سنه 99. احكي لنا برضو دي اللي بطلت بعدها. يعني احكي لنا بقى لهذه البطوله وكواليسها وسبب او انهاء المشوار كابتن طارق العشري على مستوى اللعب كان ايه وازاي. شوف انا قبلها كنت مريت بالظروف صعبه في نادي الاتحاد السكندري، ويمكن انت سنه 90 اول ما قالوا احتراف مع كابتن جوهري بعد ما صعد لمنتخب كاس العالم مع كابتن جوهري، وانت كنت واحد منهم طبعا، وقرر ان الاحتراف يخش مصر،
دي يمكن حصلت يعني فركشه كبيره جدا في الانديه، لان كل النجوم اصبحوا ينتقلوا، لان الماده اصبحت بتلعب دور كبير جدا، فكل واحد عاوز يروح فين، الاهلي او الزمالك او الزمالك. الصيت والفلوس الاثنين مع بعض، ف ما فيش شك طبعا كان ماسك في الفتره دي كابتن محمد عمر منتخب العسكري، وكنت بمر بظروف انا صعبه في نادي الاتحاد السكندري، فهو قال لي عرض عليا ان انا اروح المنتخب، وكنت ساعتها انا لسه تحت سن الاحتياط في الجيش زي ما بيقول، ورحت هناك لعبنا بطوله الالعاب الافريقيه في غينيا، كنت الكابتن الفرقه، وكوننا التيم كويس جدا، كابتن محمد هو كان التيم، وده على اثره واحنا خدنا بطوله افريقيا في غينيا، كنا بنلعب مع غينيا في المباراه النهائيه كسبناها 3-2 وترشحنا لكرواتيا، كانت اول مره تعمل بطوله عالم كره القدم واولمبياد عسكريه. مظبوط، اول مره، لان كان معانا فريق اليد وكان معانا فريق السله وكان معانا فريق للدراجات ومعانا فريق للسباحه، اولمبياد اولمبياد كبير جدا. فقالوا ان احنا ندمج، والحمد لله ربنا كرمنا توجنا ولعبنا اليونان في النهائي، يمكن المباراه انذاعت هنا على شاشه قناه النيل في مصر، وخدنا البطوله دي. من بعدها رجوع النادي الاتحاد زي ما بتقول لك، انت كنت في الاخر يعني، في اخر كان بقى كان سنوات. كم سنه كابتن طارق العاشر؟ كنت انا ساعتها 34 سنه. وكان ان انا استمر ولا انهي على اخر لقطه. قرار صعب، خلي بالك. هل استمر في مع نادي الاتحاد كلاعب، ولا انهي بان انا واخد كاس عالم عسكريه والناس كلها فاكراني؟ قبل فترة الاعتزال، أنا أسف، ما فكرتش في الفترة دي بقى أنك تروح لنادي الأهلي، تروح لنادي الزمالك؟ مرتين اتعرض على نادي الأهلي. مرتين للأهلي ولا الناديين؟ النادي الأهلي. كانت في أي فترة دي يا كابتن طارق؟ كنت في المنتخب وكان كابتن أنور سلامة ربنا يمسيه بالخير عرض علي أن أنا آجي النادي الأهلي، وكان صدف يعني سيئة مش عارف بالنسبة لي ولا السعيدة. نقول نحكم إن عقدي كان انتهى، وقبل ما أروح معسكر المنتخب جددت عقدي مع نادي الاتحاد. وأنا في المنتخب كابتن أنور السلامة كلمني، كان عن طريق إسلام يوسف حارس المرمى اللي كان رايح برضه النادي الأهلي من نادي الترسانة. لقيت تليفون جاي لي بيقول لي الكابتن انور سلامه. ده كان 99 ولا لا قبل كده؟ قبل ما اطلع انا الفريق الاول تقريبا. كان كابتن انور ماسك 88 89، مش عارف، مش متذكر السنه. وبعدين لقيته بيقول لي يا طارق، قلت له يا كابتن طبعا اتمنى، بس انا عندي مشكله. قلت له مضيت قبل ما مضيت على عقود للنادي الاتحاد. بس ما كانش كان طبعا ما كانش في مانع عند حضرتك انك تروح النادي الاهلي المره الثانيه او المره الاولى؟ كان ايام الكابتن سايس. كان ابن كابتن سايس برضو طلبني وان انا اروح، بس برضو ما حصلش نصيب. طب الجزء يا كابتن طارق، زي ما انت بتقول قرار اعتزالك يا بطل وانا بطل كاس عالم عسكري ولا اكمل في العقل؟ قال لي كده. في الوقت ده فكرت في الكارير التاني، هخش تدريب ولا ابقى اداره ولا هبعد عن الكره؟ لان في اللحظه دي دايما الواحد بيبص، طب انا هعمل ايه يعني؟ ايه الخطوه اللي جايه يعني؟ شوف، انا طبعا بعد ما بطلت، بعد ما خدت قرار، انا طبعا شورت اقرب كان واحد ليا في المرحله دي هو كابتن محمد عمر، كان هو المدير الفني، وهو اصلا كمان اخويا وزميلي في نادي الاتحاد السكندري، ولعبت معاه فتره كبيره جدا. في خطوات انت بتحتاج فيها الاستشاره، اكيد ان واحد يثبتك على القرار، وهو كان مدير الفني منتخب عسكري. قال لي بص يا طارق، مفيش افضل من قرار انك تعمل ستوب، وان انت واخد بطوله الناس كلها هتساعدك، وبعدين انت واخد بطوله بتمثل باسم البلد، بطوله عالم عسكري ومن بره. وكان ساعتها ربنا يمسيه بالخير سياده المشير طنطاوي تكريم، وبعدين تكريم من الرئيس وسام من الدرجه الاولى للاعبين اللي حققوا البطوله ديت، استقبال من الرئيس. ما انا يعني ضربت الكلام في عقلي، لقيت ما فيش فعلا انسب من ان انا اخد القرار بالتوقيت ده. وفعلا، وكنت التوقيت ده بتفرج على نادي الاتحاد في الاستاد، وبعدين سبحان الله وانا ماشي مروح لبيتي بالعربيه اتصلت بالصدفه بالكابتن انور سلام. كان ساعتها الكابتن انور سلام مدير الفني المنتخب،
صحيح. قلت له يا كابتن انا بقرر ان انا قررت ان انا اعتزل، فهل ممكن تساعدني وان المنتخب يجي ماتش اعتزالي؟ قال لي على الفور يا طارق. بس كان الله. رايه ايه في قرار اعتزالك برضه؟ لا هو ما تدخلش في القرار ده، قرار يعني شخصي. لا مش قصدي يتدخل يعني يبدي كمان برايه، لا يعني او ينصحك نصيحه. لا هو ساعتها بالعكس ده انا كنتش مصدق ان هو هيوافق، لان كان الاجنده بتاعت المنتخب كانت مزدحمه جدا. وقال لي قدامك شهر حددنا، يعني ده يمكن ساعدني اكتر ان انا اثبت على القرار. ثبات القرار. خلاص المنتخب جاي لك ويعمل معاك ماتش اعتزال، طبعا عشان المنتخب يجي يعني الجماهير هتيجي طبعاً. يعني الاقبال هيجي، يعني في دخل هيجي. بالنسبه يعني بالنسبه لي انا بالنسبه لي لا، ما فيش احسن من كده كتخطيط في ان انا انهي حياتي. واخد بطوله عالم عسكري في تكريم من الدوله، صحيح، من رئاسه الدوله، وسام عسكري بتعمل المباراه مع المنتخب، منتخب بلدك، ما فيش اجمل من كده. فان حتى المباراه ذات نفسها طلعت جميله جدا جدا مع نجوم اللي احنا طبعا بنعمل منتخب بيننا وبين بعض برضو، من الناس اللي هي عاوزه تيجي تجامل، ومع منتخب مصر، مع نجوم نادي الاتحاد السكندري مختلف الانديه ومنتخب مصر. وطلعت مباراه جيده جدا جدا، استفدت انا كمان ماديا بشكل كويس، لان ده عمل لي دخل كويس، لان المنتخب لما بيجي ما فيش شك بيساعدك بشكل كبير جدا. كان ساعتها حتى التلفزيون لما بينا بيديك فلوس حقيقي، يعني مباراه اعتزالك بيبقى ليها جزء. صحيح. فلما بطلت زي بقى السؤال اللي بيقوله هاني، هل انت تتصور ان انا اشتغلت بعد ما بطلت؟ اول حاجه طبعا كان الكابتن محمد عمر عرض عليا ان انا ابقى مساعد بتاعه في حتتين. الحته الاولى اللي هي منتخب مصر العسكري، العسكري، لان احنا كنا هننظم بطوله عالم عسكري 2001 في مصر، في مصر، وابقى انا المساعد. خلاص خلصت يعني، واكون معاه في ضمن الاستاف بتاع الجهاز. اثنين، مساعد معاه في السواحل اللي هي حرس حدود سابقا، اللي هي السواحل سابقا حرس حدود حاليا. ده كان في الممتاز، كان ممتاز بيه، كان هو المدير الفني بتاع السواحل. فالاثنين انا خدتهم هنا، وخدنا بطوله عالم عسكري، اضفتها برضو للسي في بتاعي كمدرب، كاول حاجه كلاعب ناهي بيها وابتديت بيها كمدرب. اثنين، بقيت المساعد بتاع الكابتن محمد عمر. كابتن محمد عمر السنة دي كان في تخطيط لفرق طلاع الجيش، ان هي يعملوا فرقة باسم طلاع الجيش، يعملوا فرقة طلاع الجيش كمان في تدخل الدوري المصري في القاهرة، ويبقى عندهم فرقتين. كان تسليط الاضواء والاستعدادات على فريق بعد كأس العالم، خدوا الكابتن محمد عمر يمسك طلاع الجيش، وكابتن محمد عمر قال انا اللي هتولى، كان ساعتها اللي هو مصطفى كامل رئيس جهاز الرياضة، قال انا هتولى حرس الحدود او السواحل، وخدوا مني افضل لعيبه عشان يدعموا بيها طلع يعني الجيش. الكابتن الكابتن راح يعني كان سابق بقى انت كمساعد ليه في السواحل، وراح مسك طلع الجيش، وانت على اساس ان الطلع هي اللي هتكمل مشوار الدوري، او هتبقى المتواجده في الدوري. السواحل هو اللي صعد. فعلا السواحل هو اللي صعد الدوري الممتاز في السنه دي، اول سنه تمسك فيها، اول سنه امسك فيها كمدرب. وده طبعا من حسن يعني الطالع زي ما بيقولوا، او توفيق ربنا سبحانه وتعالى ليا، لان دي كانت اول سنه ليا تدريب بعد المنتخب كاستقلاليه، كمدير فني، الرجل الاول يعني. بالظبط كده، ويمكن انا كنت بخطو خطواتي الاولى في التدريب، يعني كتعليم اكيد وكخبرات. فكمان يصادفها ان انت تحصل على كارت لنادي غير مصنف، كان دايما اللي بيصعد الاولمبي كان الكروم، كان المجموعه بتاعتنا كروم الاولمبي، كان ده منهور من الفرق اللي هي الغلسه جدا جدا، وبعدين كمان كان بتصعد لليفل تاني، انك بعد بتصعد اول المجموعه بتاعتك وتاني بتطلع تصفيه تانية مع فرق تانية، كان معانا مزارع دينا، اسمنت السويس، دمياط، ده تصفيات طويله، تصفيات تانية عشان تطلع. فكانوا بيتخانقوا عليا بعد ما صعدت ان انا اكون في مجموعه مين عشان انا الاضعف. ايوه عشان 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 يوصل. عشان يوصل تمام، عشان هم ضامنين ثلاث نقاط انا اللي صعدت. طب ده انجاز كبير برضو. يعني انجاز كبير في اول مشوار، في اول مشوار ليك. كان معانا طنطا يعني بالمناسبه برضو، كان طنطا من الفرق اللي هي لها باع كبير جدا في الدرجه الاولى. فلما صعدنا طبعا كانت اول صعود لنادي تبع المؤسسه العسكريه في الدوري الممتاز.
وكان متخطط لطلاء الجيش فما حصلش. ففي نادي تاني ساعتها بقى اتغير اسم الحرس الحدود بعد الصعود. ساعتها سيادة المشير طنطاوي غير الاسم من السواحل للحرس، لان السواحل ده كان نادي الزمان بقاله يعني تاريخ كبير جدا من من الاربعينيات او الخمسينيات، كان ليه يعني تاسيسه وكان ليه نادي كبير جدا في منطقه الماكس اللي هو حاليا تطور بالمنطقه اللي انت شفتها دي او الاستاد اللي انت شفته ده. ده مكان كان اسم استاد الماكس، يعني هو مكان استاد الماكس دي كانت الوحده هناك اللي هي تبع حرس الحدود دي هناك. تطور دلوقتي بقى اصبح نادي كبير جدا هناك دلوقتي في المنطقه ديت بعد التطور الكبير اللي عملوه في الفتره الاخيره. فانا عاوز اقول لك يعني ديت كانت اول محطتي ان تحطني على سلم التدريب. قبل بقى ما نكمل مشوار حضرتك في التدريب وافتكر انه مشوار حافل يعني زي ما ذكر التقرير واحنا قلنا، بس دايما لما بنسال اللعيبه السابقين عن اسعد لحظات يعني التوقيت كانوا لعيبه ولا كانوا مدربين، دايما بيميلوا للعب اكتر. انا بحس انه في الحاله هنا حاله كابتن طارق العشري انه بيميل للتدريب اكتر من اللعب، مش عارفه انا صح ولا غلط، بس انت قلت لي تحت الهوا انه للاثنين. بس انا احسك تميل للتدريب اكتر يعني. التدريب انا عاوز اقول لك ان احنا بره الاهلي والزمالك بنصنف في الاقاليم. فعشان لعيب يخش المنتخب من الاقاليم بيبقى يبذل مجهود كبير جدا جدا عشان يقع للاختيار. عشان يخش وسط المجموعه، لان دايما الغلبه في المنتخب للعيب النادي الاهلي ولعيب النادي الزمالك يعني النسبه الكبيره. فهتلاقي اعداد معينه من اللاعبين هم اللي بيخشوا خاصه على صعيد المنتخب الاول. فعشان تروح المنتخب طبعا بيبقى انت بالنسبه لك يوم سعدك، لان دي بتبقى نقله كبيره جدا جدا وصعبة بالنسبه لك، لان ديت يعني عاوز اقول يعني قمه الهرم بالنسبه لك كلاعب، حتى بالنسبه للعيب النادي الاهلي يعني مفيش انتقالات تانية خلاص. لا لاعب طبعا انت بتمثل بلدك في بطوله كبيره زي بطوله امم افريقيه او تصفيات كاس عالم. عشان تروح كاس عالم يعني شوفي مثلا الفرحه لما الجيل بتاع هاني مع كابتن جوهر انتزع كارت بتاع وصول كاس العالم، فرحه صحيح كبيره جدا. وعمل شاق كبير جدا بالنسبه للجهاز واللعيبه ومشوار كبير جدا، وفي الاخر بيتوج. احنا برضو كان بالنسبه لنا كده انك لما اقصى طموح ليك تروح المنتخب تبقى فرحه جدا. ده بالنسبه على اللاعبين، بالنسبه على صعيد اللاعب انا كلاعب كان اقصى طموح ليا ان انا اروح المنتخب. لكن مفيش شك طبعا اللي عرفني اكتر، وخلي بالك حتى تسليط الاضواء على اللاعبين خاصه اللي بره الاهلي والزمالك، لان كان المباريات المذاعه هي مباريات الاهلي والزمالك بس، ما كانش فيه الميديا اللي انت شايفاها دي كلها. يعني مفيش المباريات كل دي مذاعه، هي احنا كنا بنستنى نادي الاتحاد مباراه الاهلي عشان يتذاع عشان الناس تشوفنا عشان تعرف اسامينا. ومباراة الزمالك نفس الكلام، لكن النهارده لا، النهارده كل الناس عارفه مين اللي في اسوان، مش مين اللي في نادي الاتحاد ولا في نادي لا. ففي نقله كبيره جدا، المباراه اصبحت مساعه كبيره جدا. فدي برضو بالنسبه لك يعني النقله ديت بتاعه المنتخب المنتخب لا بتنقلك لمرحله تانية خالص. التدريب لا دي حاجه تانية خالص، لان انت اتحطيتي في اختبار في اول مشوار حياتك، وبعدها يعني ابتديت تتحطي على التراك الصحيح عشان تتعلمي وعشان تاخدي خبرات، تصعدي من فريق انت اول مره تدربيه، بعدين تصعدي بيه الدوري الممتاز، بعدين تخشي في مرحله تعليم مع كابتن حلمي طولان. كابتن حلمي طولان طبعا من المدربين الكبار جدا، عملت معاه 4 سنوات، اتعلمت ال4 سنوات بالنسبه لي عن يعني بتتغسلي وبتتعملي عشان تاخدي عصاره طبعا. الخبرات طبعا. عشان انت تتعلميها. كنا بنكتب بنقعد نكتب التدريبات، بنقعد نكتب الخبرات، بنستشيره في كل حاجه، لحد ما 4 سنين من العمل معاه يعني انا ذات نفسي استفدت شربت. وبعدين يعني بمعنى الدرجه تقلتي يعني انت اضفت بالاضافه للتعليم يعني الشهادات في الكورسات اللي احنا كنت بتاخديها، وبعد كده اثقلتيها بالتدريب العملي داخل الملعب. وبعد كده انا سبت ده كله وجات لي فرصه تدريب سموحه في الدرجه الاولى. يعني بعد كده سبت والحرس بعد ما انا صعدته كان مع كابتن حلمي طولان، استاذنت وبعدين رحت كان كلمني المهندس فرج عامر في الدرجه الاولى وهو لسه بيكون فريق عشان عاوز يصعد. ده سنه كام بقى كابتن طارق؟
لا ده اعتقد ده ما افتكرتش ولا سنه من ساعه السنين دي بالنسبه لي معلش انا بس هي اعتقد 2002 حاجه زي كده. فما كانش فيها نوع من انواع الريسك شويه انك خلاص وصلت وبدات يعني انا حبيت استقيل. انت عايز بقى في الفتره دي انت حسيت ان انا خلاص بقيت جاهز ان انا اكون او اتحمل المسؤوليه لوحدي او عايز تجرب خلاص عايز اعتمد على نفسي بشكل بالزبط. اكبر يعني بالظبط في حاجه كانت جواك يعني عماله تطلع انت عاوزه تطلع انت تخوض التجربه مره اخرى خاصه انت خضتها مع سواحل وصعاد ونجحت المانع انك تخوضها مع سموحه بامكانيات نادي سموحه بمسانده المهندس فرج عامر وهو اللي طالبك فرص النجاح اكبر طبعا رحت عملت فتره اعداد كونت الفريق وخلاص الفريق فاضل له اسبوعين او ثلاثه على بدايه الستارت في الدرجه الاولى فوجئت بتكليف من سيادة المشير ان انا اتولى فريق حرس الحدود. حصل ان كابتن حلمي ساب اوكي ساب الفريق فسيادة المشير قال اللي يجي يتولى طلع مش استاذننا المهندس فرج بعد انا ما كونت الفريق رحت راجع تاني رحت راجع حرس الحدود ولما رجعت حرس الحدود كانت يعني اول درجات الاختبار كمدير فني في الدوري الممتاز اول درجه حقيقي ليك طبعا وراجع بعد يعني كابتن حلمي طولان وما ادراك اسم كابتن حلمي طولان وكان الفريق محقق ماشي كويس طفرات كتيره جدا كويسه مع كابتن حلمي طولان وانت هتتولي بقى المسؤوليه من بعدين شوف بقى المقارنه الكبيره دي كلها طبعا انا بالنسبه لي انا لما كلموني انا طب انا هروح حرس الحدود طب الكابتن حلمي طولان طب انا هعمل ايه كان عمليه تشويش بالنسبه لي وكان فيها نتائج سلبيه كبيره جدا نتائج سلبيه مش عاوز اقول لك يعني لو انا في نادي او في ناديه نادي الاتحاد الناديه اهو ما كانوش استحملوني زي ما استحملتني المؤسسه العسكريه وكان انا في جمله كان بيقولها لي سياده المشير ابننا مش هيفشل ابدا حضرتك ابن من ابناء المؤسسه العسكريه ابننا مش هيفشل ابدا خلي بالك ده مهم جدا لان الاداره وهم عندهم رؤيه يعني خلي بالك كمان بحس ان تجربه الكابتن مختار مختار مع الانتاج الحربي شبيهه شويه لان في فترات متمسكين بالكابتن مختار متمسكين بيه رغم فده ايمان من الناس ان لا كابتن طارق العشري لا عنده القدرات و لا يعني هتجي بمعنى غير كده انا حسيت ان الفكر ده هو الفكر اللي بيطبق بره النهارده مزبوط. كل المدربين ما بيجيش بالقطعه او خمس ست ماتشات ويمشي ويتحاسب وبعد كده يغير ده بيقعد بالسنه وبعد السنه يتحاسب صحيح واصرار طالما انا مقتنع بقدرات وامكانيات المدرب ده وعارف ان هو فعلا شغال وفي باد لك ساعات بيصادفه بشكل كبير جدا عمر البدلك ده عمره ما يعني ما هيواكب هيكون معاك لنهايه الموسم وده خلي بالك اللي حصل معايا ده اللي حصل يا استاذ في ساعات كتير جدا مش انا كطارق العاشري مدربين البدايات بتاعتهم حتى زي المواهب في مواهب صغيره تلاقي الموهبه باينه في الملعب انت بتشوفيه تقولي ايه ده باين عليه لعيب وفي مواهب متاخره صح يعني الموهبه بتبان بعد كده بس انت عارف ان هو لو اعطيته الفرصه جاي هيجي بعد كده احنا كمدربين كده ممكن نعمل ستارت بتاعنا سيء نتائج انت ما تبقاش مخطط لها لكن بتشتغل كويس في باد لك انت بيصادفك وطالما انت بتشتغل كويس وطالما انت بتعمل اللي عليك في حاجات التوفيق بتاعت ربنا سبحانه وتعالى انت مالكش يد فيها لكن اقتناع الناس بيك وبقدراتك ومساندتهم في الاوقات الحاسمه هي اللي بتيجي تدافع ليه بقى لان الايام دي بتختلف عن الايام اللي فاتت دي خالص الايام دي بمجرد الاداء يهتز ونتائج تهتز تلاقي مصر كلها بتحاربك بيحكموا عليك مباراه الاستوديوهات والمواقع خلي بالك غير الاستوديوهات خلينا نتكلم ان السوشيال ميديا بقى هم كمان الناس بتحس ان هم مدربين وبيقيموا ولها تاثير كبير جدا خلي بالك حتى على الادارات تاثير كبير جدا ده حقيقي وحتى انت يعني النتائج يعني حتى انت ثقتك في نفسك ساعات بتهتز من الكلام السلبي اللي عليك وانت ذات نفسك عارف ان انت بتأدي ما عليك لكن في حاجه انت مالكش يد فيها امتى كابتن طارق العشري تهز من اللغط او الضغوطات
ضغوطات وسائل الإعلام الكتير وضغوطات السوشيال ميديا دلوقتي، كل واحد بقى معاه تلفزيون وماشي بيه. ده مواقع يعني تلفزيون وكل واحد عامل محلل تلفزيون وكل واحد يعني امتى للاسف امتى كمان انا عاوز اضيف لك كده انا للاسف كمان ان التحليل اللي بي ان استوديوهات توصل الاستوديوهات التحليليه يعني في من مقبول وفي غير مقبول. ليه؟ لان معظم الاستوديوهات معظم المحللين هتلاقيه مثلا اصغر منك في السن، اصغر منك في التعليم، اصغر منك في الخبرات، وللاسف دول بيحكموا عليك فبيصعب عليك بيقارنوا يعني بيحكموا مثلا بيقيموا واحد زي كابتن مختار بيقيموا واحد زي كابتن حلمي طلال، بيقيموا واحد زي مثلا الناس اللي لها قامات كبيره جدا يعني كابتن محمد عمر مثلا. فتلاقي مثلا يعني وللاسف يعني هاني يعرف، لان احنا اصلا لما جينا درسنا التحليل دي مادة تدرس في الكورس بتاعك عشان تعرف انت كمدير فني الرخصة لما تاخد في الرخصة بتاعك عشان انت كمدير فني تعرف تحلل مباراة. يعني اذا في قواعد في رولز انت بتعتمد عليها في التحليل، يعني ما بيبقاش الكلام عام ما بيبقاش كلام. حاجة تانية انت تعلم تماما ان المدرب ده يعني فعلا مؤثر بشخصيته وبقيمته التعليمية وبقيمته التدريبية، ولا راجل يعني زي ما بيقولوا على كده يعني بيضحك على الدقون. أنت تعلم تماما في فرق كبير جدا جدا في دي. فلما حصل العصرات دي في الأول لقيت المساندة، كان على أساس أنا حسيت باطمئنان في حرس الحدود في حرس الحدود العسكرية طبعا في أولي. بقول لك أنا لو بقول لك لو في نادي الاتحاد كانوا حكموا عليا إن أنا مشيت وخلاص للأندية الشعبية. عملت مقارنة من غير ما تقصد يا كابتن طارق، عملت مقارنة بين اللي بيحصل طبعًا الأيام دي واللي حصل توقيت طبعًا طبعًا لأن في كلام ما يصحش يتقال صراحة على المدربين خاصة أصحاب المقامات الكبيرة واللي لها تأثير في التدريب. بعدين سيفيهات بتاعتها بتتكلم، بطولاتها بتتكلم، تاريخها بتتكلم. فما يصحش إن احنا نقلل من قيمة المدرب، لازم نحترم فكره، لازم نحترم عقليته. النهارده في العالم كله في تنافس كبير جدا بين فلسفات كل المدربين. الاختلاف اللي انت شايفاه ديت في الطرق وفي الاساليب هي عباره عن صراع كبير جدا بين عقليات هؤلاء المدربين. طبعا كل واحد بسيستمه، كل واحد بطريقته، كل واحد بشكله، كل واحد بتاثيره الايجابي داخل في الملعب، تاثيره على اللاعبين، تاثيره على السوشيال ميديا، تاثيره على الاعلام، اقناع ولا مش مقنع. كل ديت كلها بتكون شخصيه المدرب، مش مدرب بمجرد ان هو ياخد شهاده ويطلع يمرن وينتقل من نادي لنادي. لا لا لا، في نقط كبيره جدا في الاخر تكونك ده مدير فني غير المدرب، غير المدرب اللي بيمرن شخصيته ذات نفسه وانت بتقدر تحكم عليه. فالفتره ديت انا مريت بحاره انكسارات، والفتره دي سبحان الله كانت أول خطوة خدتها في تاريخ مصر في الفترة الأخيرة دي إن حولت طريقة اللعب لأربعة. أنا عايز أجي لك في طريقة اللعب ديت، لأن أول واحد خد الريسك ده وكان برضه بمحض الصدفة. هنجيلها دي لأن مفيش حاجة في الدنيا اسمها صدفة. يعني مفيش حاجة اسمها صدفة أو بالمجازفة. أنا يعني طريقة اللعب ديت خلي بالك كانت ضجة في مصر، وتغيير طريقة اللعب وأول مدرب مصري يغير طريقة اللعب. هنيجي للحرب دي وهنيجي للكلام جدا هنجيله، بس يعني معانا فاصل يعني فاصل. لان الكلام انا اعتقد كمان هيبقى مميز. ازاي فكرت في انك تغير طريقه اللعب، الريسك اللي انت ما فكرتش فيه، ازاي اتحاربت، وازاي يعني قدرت بشكل كبير جدا ان الناس بدات تقلد كمان كابتن طارق العاشي في طريقه 4-4-2. نرجع لحوارنا المميز مع كابتن طارق العاشي بعد هذا الفاصل. برحب بحضراتكم مرة تانية في البيت الكبير، وبرحب طبعا بالنجم القدير والمدرب المخضرم كابتن طارق العاشري مرة تانية. كنا بنتكلم قبل الفاصل عن الفترة يعني يمكن زي ما قلت يعني يمكن كان في مقارنة من كابتن طارق العاشري حصلت ازاي لما انت بتلاعب فريق او بتمسك فريق قادر على ان انت توصل بيه لمرحلة جد يعني متقدمة سواء في الأداء او في النتيجة، بس النهاردة اللي بيحصل غير كده تماما، بيحكم
عليك من نتيجة بعيدا عن الأداء، بعيدا عن المهارات، يعني في تفاصيل تانية هي اللي بتحكم شوية الموضوع كابتن طارق من وجهة نظرك، ويعني يمكن كمان حتى بعيدا عن حرس الحدود والفترة اللي حضرتك تألقت فيها معهم، طلعت يعني أسماء كبيرة جدا، أحمد حسن مكي، محمد مكي صحيح، وفي احمد عبد الغني تقريبا، احمد عبد الغني، في نجوم طلعت على ايد على ايد بتتكلم على الجيل الكبير او الجيل التاريخي لحرس الحدود. حرس الحدود هو ده التاريخ، الجيل اللي حقق ثلاث كؤوس في وقت زمني قياسي. ترجمه للكلام اللي انا قلته قبل كده، ان لما ابتدينا اولا انت دلوقتي خلاص حسيت بالامان في ظهرك كمدير فني، مش هتتشال خلاص، مش ماتشين وهتمشي او ماتش هتمشي اخر ماتش اللي جاي، كل دي خلي بالك بتلعب على وتر المدرب، بيحصل له توترات بسبب الكلام اللي حليه. حاسس حكابتن هو ده يعني دي شكل المعاناه اللي عانى منها الكابتن طارق العشري في الفترات الاخيره اللي ما فيهاش نجاح، اللي ما فيهاش نجاح وفي نفس الوقت ما فيش سبورت من مجلس الاداره، او حاسس ان انا نازل النهارده تدريبه او نازل النهارده ماتش وربنا يستر همشي بكره ولا لا. بالظبط كده، فده طبعا مفيش شك، طبعا مفيش شك، انت ما عندكش حاله استقرار ومفيش اي عمل الناجح الا ما هتلاقيه اولا في صبر كبير جدا وعمل مزبوط. كبير صبر صح، مفيش عمل ناجح الا انت خططت له ويكون متخطط له، وفي الاخر ممكن يقابلك صعوبات زي ما اتقابلت بمسانده كبيره جدا زي ما قلت لك من سيادة المشير خاصة في المساندة مع حرس الحدود، وقال لنا ابني فابتديت اشتغل بهدوء. كان نتيجتها اللي هي النقلة اللي حصلت لحرس الحدود في الانقلاب على طريقة 3-4-3 او 3-5-2 كان ساعتها هي السائدة، 5-3-2 بالضبط او 5-3-2، وقررت ان العب باربعه. جت ازاي يا كابتن؟ فكرت فيها ازاي؟ يعني زي ما قلت بمحض الصدفه او من نوع من الريسك يعني، لان احنا كنا بنلعب مع بتروجيت وكان ساعتها الكابتن مختار ماسك بتروجيت وكان وليد سليمان في بتروجيت ساعتها. في بتروجيت وليد ده ليه قصه كبيره جدا معايا، لان كان احد اولادي، انا اللي جبت وليد من الصعيد في الناشئين عندنا بحرس الحدود والله يعني. وكان في فريق انا كنت ماسك مع كابتن حلمي بالاضافه للفريق الاول مدرب العام، ماسك فريق ال 20 سنه. فكنا ما كانش فيه فريق ناشئين فعملنا الفرقه ديت، وكان من ضمنهم وليد. يعني ناس كتيره ما تعرفش القصه دي. من ضمنهم وليد. وكان باين على وليد ان هو خامه كويسه وهيبقى له مستقبل كبير جدا. للاسف كان في الفتره دي في مكانه لعيبه برضو كانت جيده في الحرس، فما خدش فرصته وما كانش فيه ان اللاعب الاعارات والكلام من ده. فانا توسطت له يروح الجونه، كان مدرب الجونه الكابتن كمال عثمان الله يرحمه، وسالني عليه قلت له خد ده لعيب كويس، وفعلا كانت النقله من الجونه لبتروجيت ثم انطلقت وليد سليمان اللي هي لحد الان. في مباراة بتروجيت كنا مغلوبين، مش مغلوبين ده ممسوح بينا الارض في الماكس. فانا دخلت للفرقه قلت لهم احنا ما قدامناش حل، انا عاوز ايه رايكم لما نيجي نحاول طريقه من اسحب واحد من الديفنس وازود واحد في نص الملعب. او فيرود لاين. فيرود لاين. ففعلا حصل كده. الولاد عملوا طفره كبيره جدا في شوط عالمي من غير ما امرنهم. طب كنت واقف مش مصدق. انا بقيت مش مصدق. لا وتعادلنا وكسبنا لولا ان خالد بيبو الكره خبطت في دماغه، كان بيلعب في بتروجيت ساعتها، وتحولت في المرمى 2-2. بس عملوا، انت كمدرب مش مصدق ان هم ما اتمرنوش وعملوا الطفره دي، فما بالك لو هيتمرنوا وانت بقى هتبتدي تشتغل على الطريقه دي. فكان قراري الاول والاخير ان انا خلاص اتحول من دي، وتمردت طبعا على الطريقه دي بشكل كبير جدا وصممت. وفي الاول كنت باخد ثلاثات واربعات منهم الاهلي رايح جاي الزمالك، كان كله بيمسح بيها الارض. صحيح. وكان كله حتى عندنا في الاداره ارجع تاني وانا مصمم، ارجع تاني وانا مصمم، قلت لهم هننجح هننجح هننجح. من 2005 ل 2010 ينتقل حرس الحدود من مصاف
نادي كان بيلعب على المراكز الوسطية الشرفية للمراكز التنافسية بالطريقة دي. حصلت طفرة كبيرة جدا في أداء حرس الحدود على سعيد على صعيد الأداء. ولاد انسجموا حافظهم حافظوا خلاص بقى، أصبحت بتمثل عائق أمام الأندية الأخرى خاصة الكبيرة. انتزعنا الكاس من إنبي، خدنا كاس، وكانت أول مرة تخش بطولة للمؤسسة العسكرية في نادي حرس الحدود. ما تتصورش أنا خدت يعني تصميم كبير جدا، لأن كان عندنا الإدارة متخوفة في المشاركة الإفريقية، أنت أبطال كاس وهتشارك الكونفدرالية صحيح، ومتخوفين على صعيد النتائج إن إحنا بنحققش نتائج كويسة. فخدت جدل كبير جدا في إقناع الإدارة إن إحنا مشاركتنا ديت لازم تحصل عشان تثقلك، لأن لما هتلعب مع الصفاقسي وتلعب مع مولودية الجزائر وتلعب مع سان داونز وتلعب مع كل بطل، خبرات كبيره طبعا، خبرات كبيره جدا، والسفر فيه سبع ما بقول لك كده، فيه خبرات كبيره جدا، والولاد اكتر من سبع فوائد حققوا طفره كبيره حتى على صعيد البطوله الافريقيه. كان على اثرها لما كنا بنلعب النادي الاهلي، انا كنت بحس ان في يعني فجوه كبيره جدا، الولاد بيحسوا ان هم بيلعبوا النادي الاهلي بسبب بيتهزم، بيلعبوا نادي الزمالك فجوه كبيره جدا، خايفين من الاسم، خايفين من فنيلا، خايفين من التيشيرت. لما رحنا البطوله الافريقيه انكسر الحاجز ده. ليه؟ قابلوا كل بطل في بلده واسماء كبيره. لما كسبنا الفرق ديت اعطتنا ثقه. كان على اثرها من 2005 ل 2010 ان كانت مبارياتنا مع الاهلي والزمالك ما كانش حد يتوقع النتيجه. تبقى المباريات كلها صعبه. طبعا صعبه لما توصل النتيجة. لدرجه التعادل، التعادل الازهر، التعادل في اداء، ان المحللين اللي مش قادرين بعد ما كانوا الاهلي 3 4 النتيجه لصالح النادي الاهلي مش عارفين يحددوا مين، لدرجه ان في الكاس والسوبر كانت النتيجه ايكوال بين الاثنين 50 50 والحرس يخطف البطولتين سنتين ورا بعض. سنتين ورا بعض تمام. وبعدين 2010 2010 يوصل حرس الحدود لقمه الاداء. اول مباراه في الدوري مع النادي الاهلي نخسر 1-0 في اسكندريه، من بعدها حرس الحدود يكسب 13 فوز متتالي، الاول على بطوله الدوري. عايز اسالك سؤال، ريكورد طبعا، بمناسبه النتائج دي وتحقيق النتائج ديت، يعني يمكن انا عاوز بس اكمل قبل ما حد يكسب. طب اتفضل. اللي ساهم في ده الاداره، استقرار الاداره طبعا، انك واقف على ارض صلبه ولاعبين حاسين ان مدربهم في ظهره اداره بتسانده مهما يعمل حاجه اي شيء. لكن الاداره اللي هي بتستعجل النتائج كل شهر وتمشيك وتجيب مدير فني تاني وتغير وتجيب مدير فني تاني، استجابه اللعيبه كمان يا كابتن ما بتبقاش جيده كمان. انت اتكلمت نقطه تانية مختلفه، ان حتى ده بيوصل للعيبه، اكيد بيوصل للعيبه، واللعيب طب يعني انا هصدق المدرب، طب ما بكره هيمشي، هتبقى في مشاكل. بالزبط. دي بتاثر على الاداء. النهارده انا بكلمك من 2005 ل 2010 خمس سنين طبعا، خمس سنين في الثبات. لا احنا كنا ما كانش حد بيمشي، وكنا بنقوي الفرقه. حد من اللعيبه ما كانش كان بيمشي موجود. يعني في ثبات في اللاعبين، في ثبات في الاداره الفنيه، في مسانده من الاداره. كان نتيجتها ان الفرقه تحول لفريق بطولات. كان دايما بيشار اليه ان في بطوله الدوري اللي هي الاقوى ان هيبقى من احسن ثلاث فرق. 2010 هو على قمه الدوري لحد ما اتلقى الدوري في مباراه الاهلي والمصري. وكنا بقول لك عاملين ريكورد، وكل 13 فوز متتالي، وكان باين في السنه دي زي ما الاسماعيلي كده خطف الدوري في السنه اللي هي كان بيحصل فيها فوز ايام كابتن شحته والكابتن علي ابو جريشه كان ماسكين، ان هو لان كان في سنين كده تطلع لك فرقه تخطف دوري كل 10 سنين. احنا كان باين ان احنا على الاقل هنكون منافسين قريبين على القمه في البطوله دي. كان باين ليه؟ الولاد وصلوا للنضج، النضج الكروي، يعني خلاص ديناميكيه في الاداء، حفظوا فكر مدربهم، كانوا بينزلوا في التدريب بيأدوا زي ما بيأدوا في المباريات. مفيش اختلاف. انت بس عندك ثقه كبيره جدا، حاسس بامان، عشان كده حصل فيها النجاحات. كل الانديه اللي رحت قعدت فيها فترات صغيره هتلاقي استعجال في النتائج بمجرد ان انت بس تتعادل
تبتدي الكلام. انت بتحب تشتغل في مشروع يعني مشروع. نادي يقول لك انا عايز كابتن طارق مشروع انت شغال 3 سنين عايز منك بعد 3 سنين كذا في ثبات وعاوزين نحقق والنجاح ده مش هيتم من وليدة اللحظة لا تبني له واحد اتنين وبعدين تبتدي تثبت وبعدين تبتدي تعلى وبعدين تبتدي توصل لمرحلة نهائية في الآخر هتجني الكلام ده. ده الناس اللي بتخطط على مدى البعيد اللونجر. عايز حضرتك دلوقتي توضح لنا وفرصة انك موجود معانا الاخبار اللي صدرت من اتحاد الكورة او اللي بتقال يعني من اتحاد الكورة انه تم ايقاف كابتن طارق العشري لحد نهاية الموسم ده وصدر فعلا قرار بوقفك. مش عارفة صحة التصريحات دي يعني عشان كان لازم انا يعني فوجئت على الميديا. اولا كل قرار جديد بيطبق على طارق العشري اصلا السنه اللي فاتت رجعت حرس الحدود كنت في المدرج. لا بتكلم في حاله طلائع الجيش دلوقتي. انا اقول لك يعني بقول لك يعني كل قرار جديد الوحيد اللي بيطبق عليه على فكره طبق عليا نفس الكلام. فاكر كابتن القرار الجديد ان انت وانت لعيب اي انفراد واتعملت فاول بتاخد كارت احمر؟ اول واحد عمل عليه كان في سويسرا. انا اتطردت مرتين في كاريري كان سبب القرار ده. رجعت لحرس الحدود السنه اللي فاتت بقودهم المدرج. عشان ايه؟ عشان قرار اتحط في اتحاد الكوره ان المدير الفني ما يعملوش غير ان مره مرتين بس. السنه دي فوجئت بعد ما سبت الطلائع ان في كلام متداول على السوشيال ميديا ان طارق مالوش حق انه عشان اقدم استقالته وفقا للائحه الجديده اللي عملها مسؤولي اتحاد الكوره. انت تعلمي تماما ان في الانديه دي كابتن هاني عارف انت ان انا مملكش قرار مشياني او اعادي. اذا كنت بتيجي فبتيجي بتكليف بتمشي باستئذان الاداره اكيد. فبلغني العميد احمد من بعد ماتش الاتحاد ان الاداره بتشكرك وبتتمنى لك التوفيق كاحد ابنائها في مكان تاني. اللي مبلغني مين؟ الاداره. بس انت ما بتطلعيش تقولي ان الاداره بتعمل كده لان الاماكن ديت لها سياستها ولها استراتيجيتها ولها فبتيجي بتكليف وبتمشي باستئذان. يعني مش زي الانديه الثانيه اللي بتمتلك بيني وبينك عقد والعقد شريعه المتعاقدين وان انا ممكن امشي في اي حته. صحيح. فالمنطقه دي لا مش طارق العشري اللي مقدم استقالته لان لا املك ان اقدم استقالته. طبعا كابتن يعني ده كل خلي بالك تجربه ان القانون الجديد ده في مصر لسه مطبق ولكن احنا عايزين نخرج من القصه دي وانت وفي خلال حديثك اتكلمت على انا في اعتقادي نجم كبير زي وليد سليمان وكانت مفاجاه بالنسبه لي ان انت قلت انا اللي جايب وليد سليمان او انت من الناس اللي ده وليد وكهربا وشريف محمد شريف. طبعا. طب ما اتكلمنا على دلوقتي وصالح. كلمني على صالح. انا زعلان عشانه. وليد زعلان عشانه يعني وليد سليمان وليد يعني انت شفته ازاي كنت تتوقع ووليد كشخصيه كمان شخصيه لا ولد كان طموح جدا من هو صغير وكان باين وانا كنت يعني متحمس جدا جدا لكن هو ربنا سبحانه وتعالى كتب له يعني طريق تاني طريق عشان يوصل نجوميه اكبر من عن طريق حرس الحدود واجتهد على نفسه بشكل كبير جدا وبدا من الصفر يعني انا عارف الكلمه دي ومعناها بشكل بدا من الصفر وتعب ولذلك ربنا سبحانه وتعالى كلل جهوده في الاخر النهارده وليد النجم في اسم بيأثر في النادي الاهلي سواء بالبدء بعدين بيحترم نفسه بشكل كبير جدا وبيحترم تاريخه وبيحترم ناديه ما بيعترضش ما فيش انا مش متصور وليد حسيت له مشكله في داخل النادي الاهلي ده حقيقي لما وصل للنادي الاهلي ما مش يعني هو طول عمره كده خلي بالك مش يعني لا طول عمره ملتزم ومنضبط وبيحب لعبته واجتهد على نفسه بشكل كبير لذلك ربنا سبحانه وتعالى لان شوف حتى مرحله دورانه حتى وصوله النادي الاهلي من الجونه لبتروجيت لامبي ثم الاهلي طريق مش مفروش بالورود بالظبط كده يعني هو لا انا قصدي هو تعب عشان يوصل للنادي الاهلي طب وتمسكه بيه عشان لعيب يوصل للنادي الاهلي لا محتاج مجهود كبير جدا جدا عشان يكون من ضمن اختيارات النادي الاهلي ده حقيقي ووصل لمرحله كمان من القياده والنضج لا وبعدين شوف هو كمان بيتالق في سن كام
بص يا كابتن، كفايه ان واحد زي بقيمه وليد سليمان انه ممكن جدا بدون اي مشاكل يا وليد اقعد النهارده على الدكه، يا وليد انزل في الدقيقه 88 نزل، يا وليد انزل وبينزل حاسس ان هو بياكل الملعب، بياكل النجيله بلغه الكره اللي انت عارفها، وبيسجل هدفين في مباراه وبيبقى ليه تاثير ايجابي، وشخصيته بره الملعب مع اللعيبه كقائد للفرقه، فكل دوت ما بيجيش بقى من فراغ. قيمه يعني. ناديه حاسس قيمه الفريق طبعا. حاسس قد ايه هو شخصيه ممكن يكون بره مؤثر اكتر من جوه. ده حقيقي، ده حقيقي. عايز اتكلم مع حضرتك عن، ولا قبل ما نتكلم عن فتره الكورونا، وانا عارف ان كان ليها تاثيرها الواضح على كابتن طارق العشري تحديدا بصفه شخصيه، بس اللي قلت لي قضت عليك بجد والله قضت عليا، لان قضت عليا في المصري وفي طلائع الجيش. طب استنى نعرف بقى الحكايه دي، بس قول لي ليه واحنا بنتكلم عن الاسماء اللي حضرتك طبعا يعني كان ليك دين بعد ربنا انك تطلعها، ليه قلت انا زعلان قوي على صالح؟ صالح لان انا توقعت له مستقبل كبير جدا. انا صالح من ضمن الناس اللي هم طلعتهم في الجيل الشباب في امبي، هو وكهربا، وكان احمد رفعت. هو وكهربا احمد رفعت الزمالك وامبي الاول يعني إمبي. إمبي طبعا الثلاثه دول كان من ضمن الاولاد الصغيرين، كان معاهم اسامه ابراهيم، اسامه ابراهيم السادبات، لا الباك رايت، الباك رايت كان معاهم اسامه ابراهيم، ودول كانوا في بيمثلوا المنتخب الاولمبي ومنتخبات الشباب، منتخبات الشباب خاصه على كانوا ودول مع حضرتك في امبي الثلاثه دول ودول من الولاد الصغيرين اللي هم كانوا واعدين لامبي الصراحه، وانا كنت مطلعهم وبمهدهم بشكل كبير جدا. منهم صالح لما رجع كان من الاولمبيات اعتقد وراجع يعني مادي بشكل كويس جدا، مصر كلها بتتكلم عليه، وبعدين لما اتخذ القرار ان هو يروح نادي الاهلي من نادي انبي انا توقعت له صراحه مستقبل كبير جدا. هو الولد يعني ما شاء الله يعني عنده تالنت كبير جدا، لكن للاسف الموهبه ديت محتاجه منك كلاعب تضحيات كبيره جدا عشان تقدر تحافظ عليها، منك كلاعب يعني تشتغل. شوف احنا بنتكلم على وليد صحيح وبدا من الصفر وفي الاخر هو ايه النهارده تمام. يعني وليد ما بداش البدايه بتاعت صالح، ما راحش منتخبات لا شباب ولا اولمبي ولا تسلط عليه الاضواء، بدايته كانت قويه. انا فاكر قوية كلمه كان كابتن مدحت شلبي بيقولها على صالح، يا معلم يا ابن المعلم، ده في الاولمبياد تمام. ف انا ذات نفسي كنت راسم له ان هو طريق تاني، يعني هيبقى من اللعيبه المؤثره في مصر مش في النادي الاهلي بقى، لما راح خطوه النادي الاهلي. ويمكن انا قلت له، جمعتني بيه لقاء شخصي كان جاي انبي وكان مع كابتن حسام وما كانش بيلعب، كان كابتن حسام من بدري هو المدير الفني، قلت له يا صالح لازم تتعب على نفسك عشان ترجع لصالح اللي انا عارفه، وانت في نادي ممكن تحقق معاه مكاسب كبيره جدا على الصعيد الشخصي والصعيد الدولي ومساندات اعلاميه، فما تخسرش المكان اللي انت فيه. لكن المشكله في العقليات، عقليه طموحه واللي عاوزه تجتهد واصرار على النجاح. يعني شوف احنا بنتكلم على شخصيتين متناقضتين، وليد وصالح. ينفع في الوقت ده انك تقدم له نصيحه ما أنا ولا ما بقاش الوقت؟ لا ممكن ده اولا سنه صغير يعني يتيح له. تقول له ايه؟ لازم يراجع نفسه بشكل كبير جدا، لان هو انا صعبان عليا موهبته. لعيب جيد جدا، انت بتتمناه كاي مدرب يتمناه، لكن بدون اصرار وبدون مساعده من اللاعب للمدرب عمر مدرب ما يعني احنا كمدربين كابتن هاني يقول لك بنقدم المساعده بس محتاجين اللاعب يساندنا في المساعده دي. هو اللاعب لو ما ساعدش نفسه يبقى ما فيش انا هفضل اساند لحد امتى؟ ما انا برضو في الاخر لما بساند ليا حدود. فالمشوار اللي هيبتديه هو صالح لو عاوز يرجع، وانا شايف ان حتى يعني ان كانت البدايات ممكن تكون مش جيده، لكن النهايات ممكن تكون جيده لو رجع. ده حقيقي، ده حقيقي، انا اتفق معاك تماما. النهايات يعني طبعا لا ده بص حضرتك هنا الناس الشعب المصري شعب عاطفي وبيحب الموهبه. بمجرد ان صالح انا شفته في النادي الاهلي لما كان بيخوض، يعني انا ما ينبغيش انا كمدرب ان انا اخوض مع لاعب ان تخسس نفسك، او انا اقول لك اراجعك في وزنك او اراجعك في الحياه اليوميه بتاعتك. انت لعيب محترف عندي لازم تكون ملتزم عشان انا
النادي بيتطلب مني مسؤوليات كبيره جدا على صعيد النتائج وعلى صعيد المشاركات، وفي منافسه كبيره جدا، وانا لوحدي او انت لوحدك؟ لا، ده في مكانك في اتنين تلاته وبيشوف، وانت كمدرب يعني بتمحص وبتشوف عشان تطلع افضل واحد فيهم عشان يلعب اساسي، عشان هو اللي يبقى الستارت. فانت لما كنتش هتساعدني وتديني ان انا اساعدك في فانا شفت ان هو في الفتره الاخيره لا، صالح اثر مع نفسه وفقد فرصه كبيره جدا للتالق في الثبات في النادي الاهلي والثبات منتخب مصر. أكيد. لان انا شفت لو تتذكر هاني ان لما عبد الله سعيد بس قل شويه كان هو المرشح رقم واحد في مكانه. مش كده؟ صحيح، كان مرشح رقم واحد. صحيح. فقد الفرصه دي بشكل كبير، لكن مفيش شك البني ادم ساعات كثيره جدا بيمر بالمراحل دي، لكن المهم المراجعه. انا عاوز ارجع ولا مش عاوز ارجع؟ عاوز ارجع تاني للصف وارجع تاني من بعدين النهارده. معلش يعني خلينا نتكلم بواقعيه، كره القدم النهارده انت بتسمعي النهارده 100 مليون في اللاعب. انا مجدد في التسعينات في نادي الاتحاد 3 سنين ب 13,000. والله 13,000 الزمن غير الزمن. 3 سنين. لا ما انا بقول لك، انا بتكلم لو انت يعني انت لازم تستثمر الوقت اللي انت قاعد فيه لان ده مستقبلك. النهارده ده مستقبلك. النهارده كره القدم بتنقل طبعا، مش بتنقل بقى هو شخصيته شخصيا اللاعب، بتنقل عائلات طبعا، عائلات وتؤمن مستقبل طبعا. كرة القدم النهاردة بتأمن مستقبل، موسم بيأمن مستقبل، موسم بيأمن مستقبل. يعني ما شاء الله الأموال اللي بتضخ في كرة القدم النهاردة اقتصاديات. فأنت لما كنتش هتستثمر نفسك، أنت نفسك دلوقتي أنت رأس مالك. ما هي الأموال دي يا كابتن طارق ممكن يعني لما الموهبة أو يعني يقعد يكلم نفسه يقول لك طب ما أنا كده كده باخد فلوس حلوة، يعني أتعب ليه؟ أحس بقيمة نفسي ليه؟ على فكرة يعني رونالدو ده بيتعب ليه؟ ما هو في ناس، ما هو مش كل العقليات زي بعض، في واحد ما بيحسش بقيمة نفسه. لو أنت قست بالمنطق حضرتك بتقول عليه ده، الفلوس ده الناس دي تقعد في بيوتها. ما هو كابتن طارق للأسف مش كل العقليات واحدة، ومش كل الناس عندها موهبة عندها إصرار. لا، فين حبك للعبتك؟ أنا النهاردة لو أنت خرجتيني من منطقة كرة القدم كلاعب وكمدرب أموت. لأن دي مهنتي، هي دي اللي أنا اتطلعت فيها، هي دي اللي أنا تعبت فيها، واخد بال حضرتك؟ لكن عشان اتجه لحاجه تانية، انا اعتقد انا ما بفهمش غير في كره القدم. خلينا كابتن يعني نخرج من النقطه دي كلها على كابتن طارق. النقطه دي طبعا يعني كلام فيها كتير جدا، وخاصه صالح موهبه كبيره، لكن دايما انا عندي اعتقاد ان الشخصيه هي المؤثر الاكبر على 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 اللاعب وعلى المدرب. يعني لو ما عندكش الشخصيه وعندك الاراده والاصرار، الموهبه بتموت. كره القدم ليست موهبه بس، وده ينطبق على لعيبه كتيره جدا جدا، حتى على الصعيد الدولي وعلى الصعيد المحلي. وفرصه الاستغلال بتيجي مره واحده طبعا، والفرص ما بتجيش. اذا انت استغلتها ده حقيقي، انت ما استغلتهاش خلاص هتفوتك، والقطر هيمشي. القطر ماشي، وفي غيرك جاي والدنيا ماشي. طبعا محدش يعني هيستناك. طيب، من حضرتك من علامات طبعا حرس الحدود، وكمان يمكن كمان اسمك حبيبك كمان محمد حليم، كمان من اللعيبه اللي لعبت كتير جدا لحرس الحدود، وكان ليه كمان باع على المستوى كمساعد مدرب وكرجل اول في حرس الحدود. معانا تقرير طبعا للكابتن محمد حليم، برضو واحد من اللي خدموا حرس الحدود كلاعب وكمدرب. نشوف التقرير ونرجع نكمل حوارنا الرائع مع الكابتن طارق العشر. كابتن طارق، طبعا المدربين الكبار ليهم فضل كبير جدا على محمد حليم، وليهم دور كبير جدا في تواجد محمد حليم في الدوري الممتاز بصفه يعني عامه، لان هو من مع كابتن طارق من سنه 2000. لعبت معاه ممتاز به مع كابتن محمد عمر كمدير فني، وكابتن طارق كان مساعد معاه، وبعدين الكابتن طارق مسك مدير فني الموسم اللي صعدنا فيه اللي هو كان موسم 2001 2002. صعدنا دوري ممتاز. الكابتن طارق تمسك ان انا ابقى موجود، كنت جاي معار انا من نادي الترام، فمع كابتن محمد عمر كابتن طارق تمسك ان هو ياخدني من نادي الترام بيع نهائي. السنه دي صعدنا فيها، وكان ليه دور كبير جدا ابقى موجود في نادي حرس الحدود. والسنه دي كانت الحمد لله ربنا كرمنا فيها بالصعود. كانت سنه صعبه، وكانت سنه يعني عمرنا ما ننساها طبعا، مع كابتن طارق والمجموعه اللي كانت موجوده، مجموعه اللاعبين كانت ممتازه، فصعدنا بيهم الدوري الممتاز.
السنه اللي بعدين صعد دوري ممتاز بقى، كان الكابتن حلمي طولان مسك الفرقه وكابتن طارق كان مدرب عام معاه. فيعني كابتن حلمي طولان ما كانش يعرفني خالص طبعا، كابتن طارق اقنعه بيا يعني، ولغايه ما بقى محمد حليم موجود في الدوري الممتاز. كابتن طارق كان واقف ورايا سبورت جامد جدا يعني في الفتره ديت. كملت في الدوري الممتاز، حتى كان سني ساعتها اول سنه في الدوري الممتاز كان 26 سنه، فضلت مع كابتن طارق. الحمد لله ربنا كرمنا ببطولات بقى، كاس مصر 2009 وكاس مصر 2010 وكاس السوبر 2009. طبعا عملنا انجازات كويسه ولعبنا مع خمس بطولات كونفدراليه، وكان لينا يعني السبق ولينا كان لينا دور كبير جدا في البطولات ديت. واول تعامل ليا مع كابتن طارق العشري كمدرب كان اخذني معاه نادي اهلي طرابلس في ليبيا كمساعد مدرب، كنت انا وهو كابتن محمود عطا ودكتور حليم كامل وكابتن ايمن بسيوني، رحنا كجهاز في نادي اهلي طرابلس وحققنا الدوري هناك. ده كان اول، قعدنا 6 شهور هناك، وبعدين يعني ربنا كرمنا واخدنا الدوري الليبي. رجعنا طبعا انفصلنا شويه، كابتن طارق مسك ام بي فانفصلنا شويه، وانا رجعت على نادي حرس الحدود مره تانية، وبعدين اشتغلت مع كابتن عماد سليمان، وبعدين اشتغلت كابتن عماد سليمان مشى وراح جه كابتن طارق واشتغلت معاه مره تانية مدرب عام انا وكابتن محمود عطا وكابتن مكي. قدرنا ننقذ الفريق من الهبوط السنه ديت، وعملنا موسم، كملنا موسم كويس جدا. طبعا كابتن طارق مدرب كبير يعني، بغض النظر عن اي حاجه بتحصل دلوقتي، توفيق وعدم التوفيق دوت بيصاحب اي مدرب في الدنيا يعني. كابتن طارق عمل انجازات كبيره جدا، لو هو صاحبه عدم توفيق في الفتره ديت طبعا ده شيء عرضي واكيد مش هيستمر، لان كابتن طارق راجل عمل حفر اسمه يعني بجهده وبعرقه وبشغله. الراجل من المدربين مجتهدين جدا اللي بيشتغلوا وبيحب شغلهم. اتمنى له التوفيق الفتره الجايه طبعا، لانه راجل مدرب كبير. اتمنى له الخطوه الجايه ان شاء الله يكون اكثر توفيقا من اللي فاتت، وان شاء الله ربنا يكرمه، لانه مدرب يعني يستاهل يكون في مكانه احسن من دي ان شاء الله. في اشاعات طلعت بتشكك بعلاقتك بكابتن محمد حليم، في زعل، في مشكله، في علاقه ما بقتش طبيعيه زي الاول. ليه؟ بالعكس، انا طول عمري الحمد لله رب العالمين يعني بحب الجيل ده ومنهم محمد، لان محمد ليه باع كبير جدا زي ما هو بيحكي كده من اول دخوله نادي السواحل وحرس الحدود، يعني مؤسس من مؤسسين فريق حرس الحدود. وانا طول عمري دايما بحب اخواتي الصغيرين ان هم يكبروا من خلالي. بالعكس يعني انا فرحان جدا جدا ان هم لما بيكبروا وياخدوا الخطوات وان يقبلهم امتداد لينا، وده الامتداد الطبيعي جدا جدا. وما كنتش احنا يعني كمدربين ان هم اللي سبقوهم في التدريب، حضرتك اديته الفرصه دي يا كابتن برضه، امال مين هياخد بايديهم؟ هياخد بايديهم ويحطوهم على الطريق. بس ليه لما حضرتك رجعت محمد حليم مشى؟ محمد لان انا لما رجعت الفتره دي برضه، عشان الفتره دي فيها جدل كبير جدا. انا لما سبت حرس الحدود كان في المركز التاسع. لما رحت المصري كان في المركز التاسع، كانت المركز التاسع وكنا عندنا 19 نقطه، والفرقه كانت بتادي بشكل كويس جدا خلال الدور الاولاني. مش عاوز اقول ان انا لما رحت النادي المصري كان عندي طموح كبير جدا ان انا ادي معاه، لان كانت دي اول تجربه لنادي شعبي. عشان كده الفكره انك تطلع من نادي ما فيش ضغوط جماهيريه عليه، عايز تجرب الخطوه دي، انك تشتغل في نادي عليه ضغوط جماهيريه ونادي جماهيري يعني. وكانت المؤشر، ولما رحت برضو خدت اذن. اكيد طبعا، يعني ما خدتش بعض كده ورحت أكيد. لان قلت لك انت بتكلف ولما بتمشي بتاخد اذن. ولما رحت النادي المصري كانت الفرقه كانت في المركز التاسع، ورحت النادي المصري كان عندي طموحات كبيره جدا جدا ان انا انجح مع النادي المصري. وكانت المؤشرات، لان رحت طبعا بعد كابتن ايهاب البطوله الافريقيه نهضه بركان، ما حصلناش التوفيق ان احنا نصعد، الفرقه كانت فيها تذبذب، لكن لما جينا خططنا بشكل كويس جدا لبطوله الدوري واشتغلنا بشكل كويس، عملنا ستارت كويس جدا ضد نادي الزمالك. اي نعم الزمالك كسب كره محمود علاء، لكن الولاد يبان على النادي المصري ان هو الخط البياني بتاعه في التصاعد. عشان كده بقول لك الكورونا دي حربتني بشكل كبير جدا. فلما رحت النادي المصري وحصل موضوع الكورونا ده، حصل جاب كبير جدا جدا بين الستارت والفرقه اللي احنا عملناها بين هبوط حاد لفريق النادي المصري. ليه؟ لان 23
لاعب بما فيهم الجهاز الفني أصيبوا بالكورونا. واللاعب يعني البروتوكول بيقول يقعد على الأقل 15 يوم سلبي. سلبي. عزل طبعا. سلبي. يتعالج يأكل يشرب يتعالج بياخد البروتوكول العلاجي وما بيعملش يعني. طب انت 15 يوم وفيهم من كان 20 يوم وما بيتحركش. ولعبة أساسية. قوام أساسي. قوام أساسي. وكان الاتحاد الكورة مع النادي المصري بيشترط ان لازم هيلعب. اجلنا ماتش الاتحاد بمساندة نادي الاتحاد. قدمنا مستندات ماتش الاسماعيلي عشان يتأجل. ان احنا مع العدد العدد وحصل فيه لغط كبير جدا في المساحات وتأجل لنا الماتش. وبعد كده دخلنا كمان كل ماتش انا اللي كان بيحط لي هاني التشكيل الكورونا. مين السليم وتحطه. هل انت تتصور اللعيب رقم 5 هو اللي يبقى اساسي 5 ما عندكش تشكيل. الكورونا بيقول لك فاضل لك 10 لاعبين هم دول اللي انت مجبر متاحين تلعب بيهم. ومفيش بقى مفيش اعذار مفيش قبول اعذار. خلاص الاعذار انت استوفيتها خلاص هتلعب يعني. 3 حراس الاساسيين عندهم كورونا. جبنا حارس 2005 2005 يلعب ماتش الاهلي اللي الاهلي كسبه عنده 15 سنه يعني 2005. طب كابتن طارق معلش عايز اقول لك يعني بص بعدها انا كمدير فني اتحكم عليا في الفتره دي التذبذب دي. انا ما عنديش في قوام فريق. وانت النهارده اي لاعب واحد بس في الانديه الكبيره ولا 2 لاعبين بيخرجوا من التشكيل بيأثروا بالسلب. فما بالك تيم بحاله. وفي الاخر انا يعني الانديه الشعبيه النتائج ما فيش اعذار وكان نتيجتها ان انا مشيت. اما رجعت نادي حرس الحدود الفتره دي ما كانش في حد. كان محمد هو اللي متولي وقال ان انا هعتذر عشان النتائج ما كانتش جيده. كان الفريق بيأدي بشكل كويس مع محمد لكن النتائج ما كانتش كويسه. فقالوا نجيب مين اللي بيرفضش واللي قلبه ضعيف قصاد حرس الحدود لانه ليهم دين. طبعا ليهم دين في رقبتي ما تنساش دي. طبعا ده دول اللي سبب بعد الله سبحانه وتعالى. انا بقول لك لسه هما. فانا في الموقف الصعب ده اسيبهم على الرغم ان ديت جايه على حساب اسم وتاريخ طارق العاشري والكل كان بيتنصل. لكن لما كلموني انت النادي اللي هينقذه انت وانت ابننا وانت ما ينفعش. فتعاملت بالموضوع مش بعقلي بعاطفتك وتعاملت بعاطفتي ودين ليهم فين. وده الواجب اللي عليك وده يعني. واجبي صحيح. ورحت في 20 يوم يعني 20 يوم وكان الفريق في الـ3 مراكز الأخيرة. عاوز أقول لك إن الولاد كانوا بيأدوا بشكل كويس وفي ماتش فارق هو تسبب أو ماتشين. ماتش أسوان أعتقد؟ لا ماتش قبل أسوان. ماتش الطلائع. لما جبنا جول في نهاية المباراة الجول ده كان 3 نقاط هيتسببوا في بقاء حرس الحدود. كان هينتقلوا اللي كان هيجيب معاك وراك 5 فرق. يعني كنت هتصعد 5 مراكز. 5 مراكز وخمس فرق. انت لما بتصعد مركزين بتاخد نفس. بتاخد نفس. فما بالك. الفرحه طبعا انتشرت مننا لان الفار لغى الجول بسبب فاول في نص الملعب ما تعرفش خيالي كده يعني. واتحسبتش النتيجه. الماتش الثاني طبعا ماتش اسوان الكورنر اللي اتحسب وده جت فيه جول. انا المهمه اللي كنت جاي لها في خلال 20 يوم انقاذ وحاولت اسوان انتهت وحاولت باقصى جهد بصراحه يعني تبقى. يعني جيت على ماتش الزمالك استاذنت لان خلاص حسيت ان المهمه اصبحت مستحيله يعني. فمشيت ما كسبناش المفترض المنافس الرئيسي اللي هو اسوان على الاقل عشان على الاقل تجيب اسوان معاك وتعمل تستنى الماتش الاخير. ما هو لو انت حتى تعادلت مع اسوان كان هيبقى فيه شويه امل. لكن كان في امل كان يعني هتبقى في امل المكسب. بس معلش كابتن طارق يعني مباراه الزمالك كان ممكن برضو تتواجد. خلاص دي اخر مباراه بالنسبه لك يعني انك برضو تمشي قبل مباراه الزمالك. انت شايفها انها خطوه صح ولا الموضوع بالنسبه لك كان موضوع منتهي؟ انا لما لقيت انا قلت لهم كده في الاوضه انتوا لما كسبتوش اسوان يعني مش هتكسبوا الزمالك اللي هو بينافس على المركز الثاني عشان يروح الزمالك كان عنده بطوله دور الابطال. وشفت حتى المباراه معاهم حتى لما تولى محمد حليم الزمالك كان عامل ازاي. تمام. ومع ذلك برضو استاذنت. ولو قالوا لي استنى
كنت استنديت. طيب معلش يا كابتن طارق عشان طبعا الوقت بقى يعني اصبح بيداهمنا. احنا معانا واحد من المدربين اللي برضو حضرتك كان ليك الفضل بعد ربنا انك تصعده، بس ما خدتوش معاك الطالع الوحيد يعني، احمد طارق العشري معانا على التليفون. الو. الو يا كابتن احمد، ازيك؟ ازي حضرتك؟ اهلا بيك كابتن. بسلم على الكابتن هاني وبسلم مساء الخير عليك يا احمد، منور البيت الكبير وبابا كمان منور البيت الكبير. ربنا يخلي حضرتك يا كابتن. لسه بنتكلم على مشوار بابا التدريبي وعلى مستوى النجاحات والاخفاقات في وقت معين، لكن انت كمان يعني نعرف منك كمان مشوارك بقى، مشوارك التدريبي هو بدا ده من الاستاف اللي معاك. ده من الاستاف اللي معاك يعني عايزين نعرف. للاسف برضو اتاخد في الرجلين. بيتاخد في الرجلين. لا طبعا بس بدايه يعني عشان. البدايه بتبقى مهمه دايما يا احمد. شايف ان شاء الله باذن الله الفتره اللي جايه انت بتاهل نفسك، وده مهم. يمكن اكيد كابتن طارق بيتكلم معاك انك كمان تشتغل على نفسك وتاهل نفسك علميا بشكل مميز، غير طبعا لو ان شاء الله موجود التالنت التدريبي. مشوارك اللي جاي ازاي يعني؟ والله يا كابتن انا بسم الله الرحمن الرحيم، في الاول انا كان لما كنت بلعب كوره ما كانش ليا الحظ ان انا اكمل وقت طويل وانا بلعب كوره بسبب الاصابه، فجت لي اصابه بطلتني بدري يعني وانا في سن صغير. فبس فالكابتن اقترح عليا ان انا يعني كان ماليش نصيب ان انا اكمل في الكوره وانا بلعب، فالكابتن اقترح عليا ان انا اخش كارير التدريب من بدري، فابتدى يوجهني ان انا اخد الشهادات الاساسيه الاول والرخصه فيه، وان انا طبعا هو معايا مدرسه في البيت برضو وغير الشهادات اللي انا بتعلم اكيد على طول الوقت. فهو نصحني ان انا بعد ما بطلت بدري بسبب الاصابه ان انا اخد كارير التدريب من بدري، وانا بالنسبه لي انا شايف ان دي حاجه كويسه بالنسبه لي ان انا اخد الخطوه دي من بدري، وخصوصا ان انا ابقى في الاستاف مع مدرب كبير زي الكابتن طارق واتعلم منه. يعني انا بحس ان انا هي فرصه جات لي بالنسبه لي ان انا عندي فرصه غير اي حد ان انا اتعلم، يعني ان انا يبقى ابويا الكابتن طارق العشري وابقى معاه وقت طويل اتعلم منه دي افضل ليا من اي شهاده باخدها. ان انا بالنسبه لي من غير اي تحيز يعني انا بشوفه هو احسن مدرب في مصر بالنسبه لي انا يعني. وقطع عليك شوط كبير قوي يا كابتن برضو، قطع عليك مشوار انا 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 بشوف الكابتن طارق من اللي انا بشوفه قدامي بغض النظر ان هو والدي، يعني اللي انا بشوفه بالاجتهاد اللي هو بيعمله وبالشغل اللي هو بيشتغله على نفسه، وعلى طول مش بيقف عند نقطه معينه، على طول بيطور من نفسه وعلى طول بيجتهد وكل حته بيروحها. يعني انا بقول له انت ناقص تفتح النادي وتقفله يعني. فانا بجد فخور ان هو ان كابتن طارق ده والدي، وبتشرف ان هو والدي، وعلى قد ما اقدر يعني انا بتعلم منه وهو على طول بينصحني يعني، ويا رب بس ابقى نصه يعني. ايه اهم نصيحه حضرتك بتديها له كابتن طارق؟ احمد انا لامس فيه طبعا موهبه التدريب. هو فعلا صدفه سوء حظ، هو كان بيلعب في نادي حرس الحدود ولعب في سموحه، هو كان من احد ابناء نادي سموحه في الناشئين، وكان من الناس اللي كان بيبص لهم بشكل كويس جدا، لكن هو طبعا ربنا سبحانه وتعالى انصاب اصابه كبيره جدا في رجله، وعلى اثارها طبعا اختارنا الطريق ان هو ياخد بقى التدريب ويعوض اللي هو فقده كلاعب. هو كم سنه احمد يا كابتن؟ احمد دلوقتي يعني 28 سنه. 28 سنه واعتقد في مدربين، خلي بالك في مدربين بداوا صغيرين جدا. يعني كابتن فكري صالح الاقامه الكبيره جدا بدا وهو عنده 27 سنه من أوروبا دلوقتي. ودلوقتي خلاص عامل السن بقى، كل ما حتى تركز في العامل عامل التعليم مهم جدا على المستوى على مستوى اللايسنس وعلى مستوى الرخص وعلى مستوى الثقافات العامه في الكوره، لان فيها جديد كل يوم، وكمان على مستوى الخبرات اللي ممكن تاخدها من الكابتن طارق. ان شاء الله يعني نقول ان احنا ان شاء الله يكون في مدرب على المستوى جيد ان شاء الله. انت عارف نفسنا مدربين صغيرين في الدوري المصري يعني ان شاء الله. بناخد زي ما قلت لك، احنا خدنا بايد محمد ومحمد مكي وغيرهم من الناس اللي حليم كمان طبعا، محمد حليم انا قصدي يعني. فان شاء الله احمد يعني اتوسم ان هو ان شاء الله باذن الله تعالى يبقى له مستقبل كبير جدا، لان حاسس فيه عنده موهبه. انت حاسس ان عنده؟ وهو شغوف جدا، وانا دايما بصير على
تعلم في الفترات اللي هو قاعد فيها ديت زي ما انت قلت هاني، يعلم نفسه، حاول ان هو يكتسب خبرات علميه بالاضافه طبعا الخبرات العمليه لما يشتغل معايا او حتى لما يستقل. صحيح. يبقى عنده شخصيه الاستقلال من بدري طبعا مهم، ياخد مهمه التدريب ديت، لان دي مهنه التدريب دي مهنه شاقه جدا ما قلتلوش على الصعيد النفسي وعلى الصعيد حتى الشخصي، وبياخد من وقت كبير. يعني شوفوا بيقول لك انا لما بتولى بنقص ان هو يفتح النادي ويقفل النادي، بتتحملي مسؤوليه كبيره جدا لما بتتولي اداره نادي، فانت خلاص كل الناس بيرموا العبء عليكي طبعا، والعين كلها بتبقى عليك، ولما بيحصل اخفاق كله برضو عليك انت متسبب. صح. فبتحاولي بقدر الامكان ان انت تكون على قد هذه الامانه. فاتمنى ان احمد ان شاء الله ربنا يوفقه في الفتره اللي جايه، الفتره اللي ديت يعني يشتغل على نفسه بشكل كويس على الناحيه العلميه، وباذن الله تعالى الناحيه الخبراتيه ان شاء الله يكتسبها من مشاركات ان شاء الله باذن الله. واحنا كمان كابتن احمد بنتمنى لك كل التوفيق. شكرا كابتن يا احمد طارق العشري، شكرا جزيلا ليك. شكرا جزيلا بالتوفيق ان شاء الله. كابتن طارق انا كان نفسي الحوار ده يطول والله اكتر من كده بكتير، بس يعني ان شاء الله ده يتحقق تاني ان شاء الله قريب جدا، وتنورنا مره تانية في بيتك طبعا، بيت الكبير. انا فخور جدا ان انا متواجد طبعا في قناة تتبع النادي الأهلي، ويمكن أنا مش جديد عليهم، أنا دايما هنا متواجد، فخور موجود مع طبعا مع هاني أخويا الصغير حبيبي يا كابتن، ربنا يخليك. بمعنى مع هاني تاريخ كبير جدا يعني، هو فكرة من زمان لأن هو كان زميل أخو مراتي والله ماهر قاسم، ماهر طبعا لمحهم في المنتخب مع بعض وهم كانوا صغيرين، لكن أنا فخور من أتواجد معاكم، إن شاء الله بإذن الله موفقين في عملكم بإذن الله تعالى، ودايما نشوفكم دايما متألقين في قناة كبيرة باسم نادي كبير زي النادي الأهلي. احنا كمان نتمنى لك يا كابتن ان شاء الله التوفيق الفترة اللي جاية، عارف ان يعني التوفيق غاب عنك الفترة اللي فاتت ده، لكن ده ما يقللش من قيمة كابتن طارق خالص ان شاء الله ربنا يوفقك. سريعا جيب في حاجة قريبة طريق ولا لا؟ والله حتى الان صراحة الفترة اللي فاتت ديت انا عاوز اقول لك يعني برضو ان انا مشارك في الموضوع ده اللي هو الفترة اللي انا مر بيها دي، لان باخد قرارات متسرع شوية، فانت محتاج فترة شوية من الغضب عشان من الغضب بالظبط كده، فقرار مع قرار، فمحتاج هدوء شوية عشان في الاخر ان انا يعني اصل للقرار المناسب في فترة مناسبة. نتمنى لك كل التوفيق كابتن طارق، نشوفك اكيد قريب في الدوري المصري ان شاء الله. شكرا جزيلا ليك. معادنا دلوقتي مع فقرة خط احمر في البيت الكبير مع زمايلنا طبعا اللي بينورونا، المفروض كل يوم ثلاث بس النهارده بقى الاربع، محمد اسامه ومحمد فارس، برحب بيكم منورين. اهلا بيك يا اسهام، واهلا بكابتن هاني، واهلا بكابتن طارق. دي الحلقه الخمسين للاهلي خط احمر، ننتظر بقى منك كلمه. احنا حاليا دخلنا تريندنج على مستوى مصر، الاهلي خط احمر حلقته الخمسين، الجمهور بيحتفل معانا، وقدرنا خلال ساعتين بس نبقى على مستوى مصر تريندنج من خلال تويتر. هتقولي لنا ايه؟ ده مش جديد عليكم، مش جديد عليكم الترند طبعا، دايما متفوقين ودايما بتبقى يعني فقره مميزه، وبنقول لكم مبروك 50 حلقه وتبقوا دايما ترند، وان شاء الله المقاويه بقى يعني المقاويه ان شاء الله باذن الله. الالفيه ان شاء الله يا كابتن هاني. ان شاء الله ربنا يدينا صحه ان شاء الله. اهلا بكابتن هاني طبعا، واهلا بيك يا سهام، واهلا طبعا بكابتن طارق العشري، منورنا في البيت الكبير. وان شاء الله دلوقتي بقى نطلع فاصل، وطبعا سيبوا الموبايلات عشان الاهلي خط احمر.